بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، إن شاء الله سوف نكمل معكم نهاية الباب الثاني، العلاقات والدوال الأسية واللوغاريتمية، والدرس السادس، اللوغاريتمات العشرية. اللوغاريتمات العشرية شباب سميت عشرية للأساس حقتها هي 10. قد تكتب بصورة لوغاريتم إكس أساس 10، أو ممكن أكتبها لوغاريتم إكس بدون أساس، معنى أنه لم يكتب أساس هنا، أن الأساس 10. طبعا حضراتكم عارفين إكس أكبر من الصفر لمجال R المجرد. أمثلة: لوغاريتم العشرة بتساوي 1، لوغاريتم المية بتساوي 2، لوغاريتم الألف بتساوي 3، لوغاريتم الواحد من عشرة سالب 1، لوغاريتم الواحد من 100 بتساوي سالب 2، لوغاريتم الواحد من 1000 بتساوي سالب 3. أستخلص من ذلك قانون لوغاريتم 10 أس إم بتساوي إم. واحد يقول جبت الكلام ده منين يا استاذ؟ استخدمت شباب الخاصيه اللي هي لوغاريتم البي بي. احنا قلنا اذا لم يكتب اساس فالاساس 10، فاصبح هنا بي وهنا بي، يبقى بناخد الاس. طب يا استاذ هنا 10 اس 1 يبقى 10، اساس 10 بي بي ب 1، 10 اس 2 يبقى 2، 10 اس 3 ب 3، 10 اس سالب 1 بسالب 1، وهكذا. طيب نشوف يا حضرات، استعمل حسبة لإيجاد قيمة كل مما يأتي مقاربا لأقرب جزء من 10000، يعني لازم الفاصل بعد أربع أرقام عشرية. لوغاريتم 5، هتضغط بالآلة لوغاريتم 5، هيطلع لك الناتج 0.6990. لوغاريتم 3 من 10، هتجيبها بالآلة يا شباب، سالب 0.5229. تحقق من فهمك، طبعا ديت بالآلة مش محتاج إن احنا نشرح فيها شيء، أنت هتضغط بالآلة لوج 7 يطلع الناتج، لوغاريتم 5 من 10 يطلع الإيه؟ الناتج. حل المعادلات الأسية باستعمال اللوغاريتم العشري. درسنا سابقا حل المعادلات الأسية، ولكن اليوم بصدد، هناك كنا بنقول إذا كان الأساس يساوي الأساس فإن الأس بيساوي الأس. هنا لا أستطيع جعل الأساس يساوي الأساس يا أستاذ، إذا هندخل لوغاريتم عشري للطرفين. يعني مثلا 4 أس إكس بيساوي 19، هل تستطيع جعل ال 19 تفكها 4 أس عدد؟ طبعا مستحيل، وبالتالي هندخل لوغاريتم للطرفين، اللوغاريتم العشري هنا واللوغاريتم العشري هنا. هنطبق خاصية لوغاريتم القوة، ننزل الإكس نضربها في اللوغاريتم، ثم نقسم على لوغاريتم 4 في الطرفين، ونجيبها بالآلة الحاسبة يا شباب 2.1240. يعني كل العملية ما هي إلا تطبيق خاصية لوغاريتم القوة، ثم قسمة عادية، معادلة عادية خالص، ونحسبها بالآلة الإيه؟ الحاسبة. 3 أس إكس بيساوي 15، هل أستطيع جعل 15؟ سؤال بسأله نفسي، هل أستطيع جعل 15 3 أس شيء؟ لا. إذا هندخل لوغاريتم الطرفين، ننزل الإكس، لوغاريتم 3 بيساوي لوغاريتم 15، أقسم الطرفين على لوغاريتم 3 وأحسبها بالآلة الحاسبة، هيطلع الناتج 2.465. طب 6 أس إكس 42، هل يستطيع أحد أن يجعل ال 42 يفكها 6 أس عدد؟ لا. 6 أس 2 36، 6 أس 3 216، مستحيل يا استاذ. هندخل لوغاريتم الطرفين، يبقى اكس لوغاريتم 6 بيساوي لوغاريتم 42، ومنها نقسم على لوغاريتم 6 هنا ولوغاريتم 6 هنا، يطلع الناتج بالاله 2.0860. طيب حل المتباينات الاسيه كما ذكرنا سابقا، لو الاساس يساوي الاساس فان الاس اكبر من او اصغر من الاس، اذا استطعت، اذا لم تستطع فبتدخل لوغاريتم الايه؟ العشري للطرفين. نفس الفكرة، 3 أس 5 واي أقل من 7 أس واي ناقص 2، هل ممكن أستطيع فك السبعة 3 أس عدد؟ لأ. خلاص ناخد لوغاريتم الطرفين، دخل هنا لوج وهنا لوج. طيب نستخدم، نطبق قاعدة لوغاريتم القوة، ننزل 5 واي وننزل واي ناقص 2، هنفك هذه، نوزع الواي مع اللوج والاتنين مع اللوج. طيب هنلاحظ 5 واي لوغاريتم 3 أقل من كام يا شباب؟ الواي في لوغاريتم 7 بواي لوغاريتم 7 ناقص 2 لوغاريتم 7. هتلاحظوا انا عاوز ببحث عن الواي، طب هنا الواي وهنا الواي مفصولين، نقولهم مع بعض هنعكس الاشاره، عكسنا الاشاره يا استاذ. هنلاحظ ان هنا عامل مشترك، هناخد الواي والواي، خدنا واي عامل مشترك. هتفضل لي 5 لوغاريتم 3 ناقص لوغاريتم 7. هنا بقى يا اولاد عاوز انبه تنبيه صغير، لو جيت حسبت 5 لوغاريتم 3 ناقص لوغاريتم 7 وطلعت عدد سالب، اعكس الاشاره هذه. طب وان طلعت موجب يا استاذ، خلاص نقسم عليها في الطرفين، اذا قيمه الواي بتساوي الكلام ده، لما حسبنا 5 لوغاريتم 3 ناقص لوغاريتم 7 يا شباب لقيناها بالموجب، وبالتالي لن تتاثر العلام. اذا واي اقل من سالب 1.0972.
خلاص شباب، يبقى احنا هنا الحته المهمه في اخر خطوه، اذا قسمت على موجب العلامه هنا بتتاخر، اذا قسمت على سالب العلامه ديت بتتغير، بدل ما هي اصغر نخليها اكبر. تحقق من فهمك 4 ايه. نفس النظام السته لا استطيع جعلها 3 اس عدد، فندخل لوغاريتم الطرفين، هننزل 2 اكس وننزل اكس زائد 1، ثم نضرب الاكس في لوغاريتم 6 والواحد في لوغاريتم 6 شباب، ننقل الاكس مع الاكس بعكس الاشاره، ناخد الاكس عامل مشترك، هتفضل 2 لوغاريتم 3 ناقص لوغاريتم 6 اكبر من اللوغاريتم 6 زي ما هي. هنحسب دي بالاله، هنلاقيها موجب اذا العلامه لن تتاثر، وبالتالي اكس اكبر من القيمه ديت بالاله الحاسبه. وانتبه وانت بتكتب على الحاسبه لازم تقفل الاقواس عشان ما يديك ماس ايرور. طيب 4 بي، 4 اس واي اقل من 5 اس 2 واي زائد 1، مستحيل افك ال 5 4 اس عدد، فهندخل لوغاريتم الطرفين وننزل الواي وننزل 2 واي زائد 1، ثم نفك الجزء. هنلاحظ ان 2 واي في لوغاريتم 5 والواحد في لوغاريتم 5، ثم ننقل الجهه الثانيه بالسالب عشان الواي تكون مع الواي، ناخد الواي عامل مشترك. هل يا شباب هنا نحسب الكلام ده هو هنلاقيه بالسالب. معنى بالسالب يا استاذ يبقى العلامه ديت بدل ما هي اصغر هنخليها ايه؟ اكبر، وبالتالي واي اكبر من سالب 0.875. خلاص يا رجاله؟ طيب هنلاحظ صيغه تغيير الاساس. اخر جزئيه في الدرس، لوغاريتم ان الاساس ايه تساوي لوغاريتم ان الاساس بي على لوغاريتم ايه للاساس بي. يعني يا استاذ لو حسبت هذا بالاله هلاحظه بيساوي هذا؟ لاي اساس انت تغيره. طيب بحيث ان الاي لا تساوي 1 والبي لا تساوي 1. طيب تعالوا نشوف الكلام ده هو في مثال لوغاريتم 11 لاساس 3. عاوز طالب يحسب الكلام ده بالاله، وهنغير اساس، نخلي اساس هنا 5 وهنا 5 وال11 وال3 هم اللي موجودين في المساله، واحسب المقدار هذا. هتلاحظ المقدار هذا هيساوي هذا، وبالتالي اذا صيغه تغيير الاساس صحيحه. المثال اكتب لوغاريتم 20 للاساس 3 بدلاله اللوغاريتم العشري، هنا عاوز افكه باستخدام لوغاريتم العشر، ثم اوجد قيمته مقربا الى اقرب جزء من 10000. اتفقنا دائما الفاصل بعد اربع ارقام عشريه في المسائل هذه. فادي لوغاريتم 20 للاساس 3 بتساوي لوغاريتم 20 للاساس 10، طلب مني كده لوغاريتم 3 للاساس 10 واحسبها بالاله الحاسبه. فيهاش حاجه شباب، عمليه تعويض مباشر، ما فيهاش اي شيء. لوغاريتم 8 للاساس 6 بدلاله اللوغاريتم العشري ايضا، يبقى 8 للاساس 10 لوغاريتم 6 للاساس 10 ونجيبها بالاله الحاسبه. الى هنا ننتهي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله نتقابل في الباب الثالث باذن الله تعالى.